تذهب وحين راح إلى مجموعة صديقات وأصدقاء وأنا واحد صاحبي هو الله شجود حسين الشابي الفنان والفنان المقتدر الكمباريسة في نهاية الصباح هو كان الشغل مزيان هو كبار منذ البداية. فقلت الأخ عزيز يعني 45 سنة لا بد غتكون إرادة وربما بحال اللي قلت كاين مشروع وقضية وفكرة تجسدت في الواقع واستطعت تمشي إلى أبعد الحدود. العوائق لا بد كتكون، لكن حنا تعلمنا حنا اشتغلنا في الوقت اللي كان كل شيء ممنوع. دونك في ذاك الوقت اللي كان كل شيء ممنوع داك الشيء اللي كنديرو غير شويه كيبان لك شي حاجة مهمة وكثيرة، وهذا كيعطيك واحد الأمل، كيعطيك واحد الثقة، وكيعطيك واحد القدرة. فاليوم الحمد لله اللي قلت قبيلة 45 سنة ديال العمل اليوم الشعلة التاريخ ديالها، كنظن بزاف ديال الأشياء تطورت في البلاد، وبزاف ديال الأشياء غتطور، بزاف ديال العوائق اللي كانت موجودة ما بقاتش. اليوم لربما اليوم لا اليوم الشعلة تحولت إلى منظمة وطنية، لأن الهيكلة ديالها والأجهزة ديالها واخا ثقيلة ثقيلة في جمعية وطنية راه ثقيلة باش تاخذ القرار خاصك تجمع مجلس وطني أو تجمع مجلس إداري، راه كيمشي الوقت وكيمشي الزمان والكلفة ديال الناس اللي كيتنقلوا والساعات اللي حسبنا قبيلة ديال الوقت تطوعي حسبنا غير بعد سوايع شيء يعني أسبوعيا ضربناها في يعني في أربعة الأسابيع في عدد الأعضاء كذا كيعطيك القيمة بلا ما نحسبوا ذاك الجهد ديال التعب والقلق والأرق باش تنزج واحد. راه الاخوان دابا هنا في تازا واخا هما راهم داروا واحد المشروع وكذا، ولكن راهم على اعصابهم واش غيتنفذ واش ما غيتنفذش، كيفاش غيجيو هادو كيفاش ما غيجيوش هادو. كنظن هذا شيء مهم، لكن الحمد لله زعما انا كنظن خصنا نثقوا في القدرات ديالنا، وتيبغي اللي قلت قبيله الشباب اللي كانوا في القاعه يعني نثقوا في القدرات ديالنا ونحاولوا نفعلوها ونجسدوها. طبعا احنا في سازة الاقليم بصفة عامة احنا موجودين، احنا اي مبادرة كتبان عندنا في راقية الشعلة في تازة، عندنا في كرسيل، عندنا في مزقيتان، عندنا في وجدة، عندنا كذلك هنا في وادي دبيب. اي مبادرة كانت الاخوة الباحثين والاساتذة والمهتمين بالشأن الثقافي او الطفولي او الشبابي احنا في خدمتكم وعلى اشارتكم. شكرا. شكرا من سعد المقصود كلمة السبجتة. شكرا سي إبراهيم على الصبر وعلى حسن التسيير. شكرا لسي عبد العالي السماري على كلمته الجميلة والمعبرة والمؤثرة في نفس الوقت. شكرا للجمهور لأنهم قد خصوني بسؤالين، سي رشدي بسؤال واحد. سي عزيز بكوش من خلال سؤالك على أن جواسيم هذه القفزة النوعية كانت على أو بتوازي مع انهيار القاعة السينمائية أو على أنقاض القاعة السينمائية، أقول لك أن هذا هو العكس، العكس ما قلته وسأحاول أن أبين لك باختصار. من خلال العصر الذهبي للأندية السينمائية كانت 247 قاعة سينمائية وأكثر من 200 نادي سينمائي، وجميع الأنشطة الأندية السينمائية تعقد داخل القاعة السينمائية. عندما تراجعت القاعة السينمائية بدأ الشغل حول صيانتها، صيانة الذاكرة أولا، واعتبار على أن القاعة السينمائية هي جزء من الذاكرة ومعلمة ثقافية وما إلى غير ذلك، وتم التنبيه إلى هذه الأمور علما على أن النوادي ما هي إلا جمعيات لا تملك سلطة، ولكن تملك سلطة نشر الوعي والتعريف بالقضايا. يكفي أن تدخل إلى محرك الجريدة الرسمية البحث في الفهارس جريدة رسمية، ويكفي أن تكتب قاعة أو سينما وستجد على أن مجموعة القاعات السينمائية حاليا أصبحت معالم ثقافية لا يمكن يعني للخواص أو للمضاربين استغلالها أو إعادتها على شكل تجاري أو ما إلى غير ذلك، وهذا شيء مهم جدا. حاليا جميع الأندية السينمائية التي تشتغل في مدن تتوفر على القاعة السينمائية يكون بالضرورة أنشطتها تكون داخل تلك القاعة السينمائية، أو بشكل آخر إذا كانت قاعة سينمائية غير مشغلة والمهرجان ينعقد فيجب أن ينعقد داخل القاعة السينمائية،
يكفي أننا اليوم سيكون يعني اختتام أحد المهرجانات التابعة لجواسم بمدينة مكناس، وهو قد عقد جميع أنشطته داخل قاعة سينما كاميرا بمكناس. أي على أن من الواجب الذي تقوم به جواسم هو الحفاظ على القاعة السينمائية، لأنها مرتبطة بهويتها. وكلما انتعشت القاعة السينمائية، وحاليا هناك مشروع، هناك مجموعة من الأفكار التي يتم الإدلاء بها من خلال تفاوض مع مجموعة من المجالس البلدية، بعضها لا أقول يعني يمكن نقول بعض من ثلاثة أو أربعة في المغرب، استطاعت أن تشتري القاعة السينمائية وتعيدها. ثم هناك جانب آخر مع الشركاء ومع مجموعة من المتدخلين، يكفي أن نقول مثلا داخل مدينة فاس كانت سينما بوجلود هي التي نعقد فيها جميع أنشطتنا حاليا بالنسبة للقاء الشهري، سميناها لقاءات سينما بوجلود، حاليا لقاءات فاس، من خلال استضافة مخرج مع طاقة من ممثل أو ممثلين إلى ثلاثة أو سيناريست، مع عرض فيلمي ثم مناقشة مع الجمهور، كانت تتم داخل قاعة سينما بوجلود. أغلقت القاعة للإصلاح، خصوصا وأن أحد الخواص هو الذي اقتنى القاعة وأصبح يسيرها، ولكن أثناء الترميم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم الحديث عن هذه القاعة السينمائية، وقد كبر الحديث عن سينما بوجلود، فأصبحت مشروعا ملكيا، وعوض أن تفتح أبوابها خلال هذه الشهور تقريبا في دجنبر، ستفتح أبوابها في دجنبر القادم، وأصبحت مشروعا ملكيا. ومن مواصفة هذا المشروع أن تعود إلى حياتها السابقة كمسرح وكسينما، وهذا يعني شيء مهم، ونحن قد نقلنا أنشطتنا منها إلى داخل فضاء المركز السينمائي المركز الفرنسي مؤقتا في انتظار، على اعتبار شيء جانب مهم، نحن لا نؤدي ثمن يعني الكراء للقاعة، المعهد الفرنسي الثقافي هو الذي يؤديها، ولكن من خلال التفاوض معه، من خلال الشراكة معه، قد أشرح لكم، سمحوا لي نشرح لكم واحد النقطة مهمة، عندما وكيف يفهمونها، وهذا جانب مهم عند الجمعية، عندما يخرج مقطع اللغة العربية أو الفرنسية، وحاليا هما يعتبروا بأنه الانفتاح على الإعلام العربي يعني فتح مبين بالنسبة لهم، يعني كانوا غير إعلام فرانكوفون. عندما تجد جمعيات كذا أو منظمة كذا مع المعهد الثقافي الفرنسي، يقولوا على أنه إذا أردنا أن نقوم بإشهار في تلك الجريدة يجب أن نؤدي. ومجموع الجرائد مثلا 10 جرائد على الأقل ورقية والباقي إلكترونية، جامعة الوطن الأندية السينمائية بشراكة أو بتعاون مع المعهد الثقافي الفرنسي، بالنسبة لي إشهار، ويعتبر على أن تلك الواجبات التي يعني يخص بها التكاليف العرض لا شيء بالمقارنة مع ما يجب إنفاقه من أجل إشهاره أو إشهار علامته داخل تلك الفضاءات وداخل الشبكة الريزو الثقافي المغربي، يعني وزارة الثقافة ووزارة الخارجية الفرنسية. يعني هذا شيء بالنسبة لي مهم، وهذا يمكن استغلاله يعني حتى بالنسبة للجمعيات، الجمعيات عادية. النقطة الأخرى بالنسبة للأخت، نحن نعتز يعني بحضور نادي المسرح والسينما، وأقول لك أن هذا المسرح المرة الثانية التي أصعد فيه إلى المنصة، آخر مرة كانت السنة الفارطة أواخر دجنبر في آخر دورة للمهرجان سينما الهواء الطرق، وقد قدمت شهادة في حق أستاذنا ورائد من رواد الحركة السينمائية الذي تم تكريمه في هذا المهرجان، هو أستاذنا بلا شخصيا سي أحمد السي جلماسي. نادي المسرح والسينما هو جزء لا يتجزأ من جواسم، نحن منفتحون على جميع المتطلبات،